عاصرت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية طوال فترة حكمها لما يزيد على سبعة عقود عشرات الملوك والحكام العرب وزارت نحو ثلاثة عشرة دولة عربية محتفظة طوال تلك السنوات بعلاقات وصفت بالقوية مع الأسر الملكية الحاكمة في المنطقة العربية. سلسله زيارات الملكه الراحله الى الدول العربيه كانت في بدايات خمسينيات القرن الماضي فبعد نحو عامين من توليها العرش قامت بزيارات متتاليه الى مملكه البحرين والسعوديه والامارات والاردن قابلت خلالها عددا من الملوك والرؤساء العرب من المشرق الى المغرب العربي وقد قامت الملكة الراحلة خلال فترة حكمها بزيارة نحو 117 دولة حول العالم قاطعة أكثر من مليون ميل جوي